لكن اللي بيحصل ده يا جماعه لا ده ظلم للنادي الاهلي. هو انتوا ليه بتستعرضوا قدام النادي الاهلي يا كابتن جهاد؟ الاستعراض معناه او انا اسف لو حضرتك عايز تبان ان انت كبير وانت احسن حكم، ومن وجهه نظري ان الكابتن جهاد من افضل الحكام، ولكن دائما ما يكون غير موفق مع النادي الاهلي، معرفش ليه، ولكن انت عايز تبان ان انت كبير فبتيجي على الكبير عشان اللي هو النادي الاهلي يعني علشان تبان ان انت كبير، بس ده ما يرضيش ربنا وما يرضيش حد ابدا. فيا كابتن جهاد سؤالي لحضرتك، عرفت تنام امبارح ولا لا؟ وارجو ان انت ترد.